إذن زوار متشكرة مقال جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التواجد ديالنا اليوم كاين بسبب التدوير أو سمت ولاد بوعزيز كما كيقولو دكالة بالضبط في المكان ديال بيع اللحوم، والسبب ماشي اعتباطي ولا أننا عكنا جايين نتقداو ولا جايين نتسراو، وإنما بعد ما توصلنا العديد من الشكايات بخصوص واحد البائع ديال اللحم ديال الجمل، هذا السيد هذا اللي ابتزازي انتهازي كيحتارس فراس بحكم أنه الوحيد اللي كيبيع هنا اللحم ديال الجمل، داير واحد التأثمينة خيالية بالرغم من أن الجودة ديال اللحوم اللي كيقدم ما 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 يعني ما 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 تستحقش هذاك الثمن اللي داير. الخطورة ديال الأمور هي أنه هذا السيد هذا في الوقت اللي أن كنلاحظوا الجزارة كيقلبوا على أنهم يجيبوا اللحم مزيان باش يزينوا السمعة باش يزينوا الجودة وهذا باش أنهم يكسبوا كليان جداد وزبناء جداد، هاد السيد ما عندوش هاد الإشكالية لأنه كيلعب بوحدو. فأول حاجة أنه كيبيع الشحمة ديال الدروة أحيانا حتى 40 فرنك، حين أن خصها ما تكونش فايتة 20 فرنك، 40 فرنك الحمل مزال واقيلا ما وصلش الثمن. ثاني حاجة أنه كيذبح كيسالي ذبيحة كيسالي كلشي، داك اللحم اللي كيشيط ليه كيخرجو من هنا وكيديه، فاش كينقلو فين كيستوكيه درجة الحرارة فين كيستوكيه، والسبت الآخر عاوتاني كيخرجو كيجي إلا ذبح كيخلطو، ما ذبحش كيحط غير هذاك اللحم. لا كنسولو لونسا واش الدور ديالها كيقتصر فقط على المراقبة ديال الذبيحة وسط من المجزرة فين كيتذبحو، ولا خصها تراقب حتى المحلات؟ إلا كانت كتراقب المحلات راه بطبيعة الحال خصها تكون وقفات على هاد الأمور هادي، أما إلا كان الهدف ديالها هو ديك المجزرة راه ما كنظنش هذاك هو الدور الوحيد. لأن كان عندنا واحد اللقاء واحد النهار مسؤول على الوصا قال لنا حتى من المحلات ديال البيع خصهم يتراقبوا الشروط كيفاش كيتباع الحال فين كيتباع الحال الى اخره حتى هما كيتراقبوا. اذا كنشوفوا الناس كازا كتنقي وواحد اش كيبيع الاسبوع اللي فات القلب تحل وبان كيقرض فيه وبان كيبيع فيه العباد الله، واش ما كاينش مراقبه؟ كنطلبوا من السلطه دارك البيئه دارك الملكي لونسا باش انهم يجيو ويتقصوا الحقائق هنا. كاين من ديال الجزارة يتصلوا به يسولوه حتى هو غياكد لهم الامور اللي كنقولوا. الى هنا تنتهي الحلقه ديال اليوم، السلام.